على فين؟ داخلة دي الحالة حقنة. بس مفيش أدوية لسه عادي. أنت هتعرفنا شغلنا يا جدعان. تعالى الدكتور كاتبله على حقنة غير الأدوية الأساسية. طب خلاص بالراحة، أنا بتأكد بس. اتفضلي. الله ينور عليك يا هناء، بجد الله ينور. يعني عجبتك يا رضا؟ اللي عجبتيني ده، انا كنت هتجنن. يا نهار اسود ومنيل، في ايه يا رضا؟ ده في بلاوي سودا هنا يا هناء. رضا حبيبي، اتاخرت كده ليه يا رضا؟ صابرين؟ اه يا حبيبتي الخنفه. انت ايه اللي جابك هنا يا صابرين؟ لا انت ما تعرفيش يا هناء، مش انا ورضا رجعنا لبعض يا حبيبتي. اه صحيح، ده انا نسيت اقول لك، مش انا معرفتش افك العمل. اه يا حبيبتي معلش والله، اسمه غلبان قوي، بس انا عامل العمل على قلبه. اه طبعا طبعا يا حبيبتي في قلبي، وانا اقدر استغنى عنك. طب يلا يا بيبي بقى عشان اتاخرنا قوي. يلا يلا يا روح. اه بالك بقى يا هناء. باي باي يا هناء. ميرسي يا ولاد الكال. وسمعتيهم بودانك يا نادية؟ وهتجنن ومن ساعة ما سمعتهم وأنا مش مصدقة. أنت متأكدة إنك سمعت صح يا نادية؟ أنا متأكدة يا دكتور من كل اللي سمعته، وأول ما سمعت جيت أقول لكم على طول. أنت ما تعرفش ده كان غالي علينا قد إيه؟ فيك الخير يا حبيبتي، بس الاتنين دول بيعملوا في ابني كده ليه؟ عالم سو، ورضا طول عمره واقف لهم زي اللقمة في الزور، قالوا نخلص منه بقى. من كل الله يا بعدة. طب وانت ما بلغتيش البوليس ليه؟ ما انا كنت بفكر في كده، بس قلت اكيد هم هينكروا، وخصوصا ان انا ما فيش في ايدي دليل، ومش بعيد ان هم يمسكوا الحاجة كلها ويتوهوها، او ممكن يحرقوها ويتخلصوا منها يا دكتور. عندك حق طبعا. فرماه وشوق الكلب بتاعه، هم اللي ياما عملوا في اخوه لحد ما رموه في السجن. انا جيت وبلغتك، وحق رضا دلوقتي يا دكتور بقى في رقبتك، ولازم تجيبه. مساء الفل يا عم محمد، عليكم سعيده يا رجاله. في ايه؟ في ايه؟ انتوا مين؟